رموز اللغة المصرية القديمة، وده تخصص حضرتك أيضا. حجر الرشيد، إيه قصة خروجه من مصر وإحنا بنحتفل أعتقد السنة اللي فاتت كان بمرور 200 سنة على اكتشافه؟ لا، مش كانش على اكتشاف، على فك رموزه. على فك رموزه. لأن هو اكتشف أثناء الحملة الفرنسية. بص هقول لحضرتك على حاجة. حجر الرشيد، أو لو أنت جيت بصيت في الكلمتين اللي حضرتك قلتهم في الأول، لا يخلو متحف من متاحف العالم إلا وبه أثر نابض من آثار الحضارة المصرية القديمة. مصر القديمة، مصر معروفة لجميع دول العالم، مفيش واحد بني آدم في أي دولة من دول العالم ما يعرفش مصر، ما يعرفش آثار مصر، لأنك أنت لو رحت أي دولة في العالم هتبص تلاقي عندهم متاحف موجودة فيها آثار مصرية. طيب الحجر الرشيد بقى قصته إيه؟ هو طبعا حضرتك إحنا كان معروف إن إحنا في فترة 1799 أحد جنود الحملة الفرنسية كانوا موجودين في قلعة رشيد، وكانوا بيجهزوا المدافع بتاعتهم، لان فرنسا كانت باعت مدافع واسلحه جديده عشان يحاربهم الاتراك ويحاربهم الانجليز في هذا التوقيت. وهم بيركبوا المدافع بتاعتهم، ظهر للقائد للجندي ده اللي هو اسمه بوشارد، ظهر له قطعه مكتوبه بثلاث لغات مختلفه. فقال لك ايه الحجر ده؟ حجر غريب جدا محطوط من ضمن اساسات القلعه. يعني معنى ذلك ان الحجر ده كان موجود في مكان اثري ما، ويمكن اقرب مكان للحجر ده، احنا ما افترضنا ان الحجر ده يكون جاي منين، افترضنا ان هو كان جاي من سايس. سايس اللي هي صال حجر الشرقية. لا، امال سايس صال حجر مركز بسيون محافظة الغربية. غربية. اما التانية اسمها صان الحجر. الحجر محافظة الشرقية، عشان ما يحصلش خلط للسادة المشاهدين. صا وصان. صا اللي هي غربية. وصان اللي هي شرقية. طيب قال لك ان هو ده من ضمن المنقول من هذه المدينه، لان هي كانت عاصمه مصر في عصر الاسره 26، كانت 24 و26 كانت عاصمه مصر. طيب بالنسبه للحجر، هو لما لقاه ارسل للضابط بتاعه اللي هو اسمه مينو او مينو، فقال له ان انا لقيت حجر مهم عليه ثلاث كتابات، انا شفت في كتابه منهم بتنكتب على جدران المصريين، يعني على الجدران المعابد بتاعه المصريين. هو طبعا ما كانش عارف الكتابه دي بتقول ايه، وفي حاجه يونانيه قديمه، يعني في خط مكتوب، يعني في جزئيه مكتوبه باليونانيه. فهو طبعا بعته للمجمع بتاع اسكندريه، بعته اسكندريه، وبعد كده ارسله على القاهره، وبداوا يعملوا منه كذا نسخ من الحجر. طيب لما جه في 1801، لما فرنسا اتهزمت من انجلترا بموجب الاتفاقيه اللي وقعت اللي ابرمت ما بين انجلترا وما بين فرنسا، تم تسليم الحجر مع اثار اخرى لمين؟ للانجليز. وبعد كده الحجر اتنقل الى المتحف البريطاني، البريتش ميوزيوم، واستقر في المتحف منذ ذلك الحين. في 1802 اصبح الحجر موجود في المتحف البريطاني اللي هو البريتش ميوزيوم. طيب اتفك ازاي؟ يعني بعض الناس بيعتقدوا ان 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 فك رموز حجر الرشيد ان طبعا على يد عالم الاثار اللي هو ايه المشهور، قال لك شامبليون فك رموز حجر الرشيد. لا، ده انت عندك في محاولات لفك رموز الحضاره المصريه القديمه سابقه شامبليون، عندك ابن وحشيه، عندك في كذا عالم من في كذا محاوله، لا في كذا محاوله من علماء عرب ومسلمين، وقبل ما يجي بقى اكر بلد ويجي بعد كده كذا عالم اثار قبل شامبليون، هم ساعدوا شامبليون. طب هل شامبليون زار الحجر او شاف الحجر؟ لا، شامبليون كان معاه نسخه من الحجر ولم يرى الحجر. ويمكن 1822 كان يعني العام ده تحديدا ليه بصمه كبيره جدا عندنا كمصريين، لان هو ده العام اللي استطاع فيه العالم شامبليون ان هو يطلع للعالم كله في مؤتمر علمي كبير ويقول ان انا استطعت ان انا افك رموز الحضاره المصريه القديمه. طب اللغه المصريه القديمه، اللغه المصريه اللي هي، انا برضو عايز اقول لحضرتك على حاجه، هناك فرق بين اللغه وخطوط اللغه. اللغه المصريه القديمه مش الخط الهيروغليفي، الخط الهيروغليفي احد خطوط اللغه المصريه القديمه. عندك الهيروغليفيه والهيراطيقيه والديموتيقيه والقبطيه، هم دولة اللغه المصريه القديمه. بس ده خط وده خط وده خط وده خط. طيب الحجر كان عليه، هل بس بيمثلوا تطور اللغه المصريه القديمه؟ يعني الاربع مراحل، الاربع لغات بتتطور اللغه، الاربع خطوط للتطور، زي ما حضرتك عندك خط العربي بيتكتب بخط النسخ والرقعه والكوفي وهكذا. هو نفس الكلمه، بس زي ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني انت مثلا اسم حضرتك استاذ محمد،
لو انا جيت قلت لك استاذ محمد اكتب اسمك على الكمبيوتر 10 مرات على الكمبيوتر هتلاقي ال 10 مرات شبه بعض صح؟ لكن لو انا جيت قلت لك اكتب اسمك 10 مرات بس بايدك بخط ايدك هتبص تلاقي ال 10 مرات اللي انت كاتبهم بخط ايدك في اختلافات. طب لو انا قلت لك اكتبهم بسرعه هتلاقي في اختلاف اكتر. عشان كده هنقول ان الخط العلامات الكامله هو ده الهيروغليفي. طيب تمام حضرتك كده وضحت لنا كيف خرج الحجر من مصر وهو الان موجود في المتحف البريطاني بريتش ميوزيوم. دي هتودينا بقى النقطة تانية ازاي بريطانيا بتستفيد من وجود هذا الحجر، ايه حجم اعداد الزائرين وكيف يحترمون ويقدرون قيمة هذا الاثر اللي موجود في البريتش ميوزيوم. طيب لم يزداد الطلب على رؤية حجر رشيد الا بعد ان طالبت مصر باسترداد هذا الحجر. يعني الموضوع كان موضوع عادي ان في حجر رشيد موجود في البريتش ميوزيوم، ممكن اغلب الناس كانت بتروح تزور المتحف البريطاني عشان خاطر يشوفوا الحجر المهم اللي هو مكتوب بثلاث كتابات اللي هي الهيروغليفيه والديموطيقيه واليونانيه القديمه. طيب الحجر ده كمرسوم كان موجود في قاعه مظلمه، لما بدات مصر تطالب العالم كله عشان يستردوا الحجر واحنا كنا بنطالبه عشان نفتتحه بالمتحف المتحف الكبير او يبقى موجود في المتحف الكبير، فطبعا بريطانيا قالت لنا ساعتها هم كانوا زي ما تقول شبه موافقين، فقال لك الضمانات ان انتوا هترجعوا لنا الحجر تاني. فطبعا مصر قالوا لهم لا ده دي معاهدات دوليه هتبقى بالاتفاق ما بيننا وما بين بعض، واحنا ممكن تدونا الحجر واحنا ندوكوا قطعه بديله تتحط مكانه هناك مؤقتا لحد ما انتوا ايه لحد ما نعمل الافتتاح الاسطوري اللي هيتعمل للمتحف الكبير. هم طبعا بعد كده رفضوا، قال لك ده مصر هتاخد الحجر ومش هترجعه. طيب انا كوزاره اثار او انا كدوله مصريه لازم أن يبقى عندي سيناريوهات عشان اقدر استفيد من الكلام ده. انت عندك بنسبه 90% من زوار المتحف البريطاني بيروحوا عشان خاطر يشوفوا حجر رشيد. حجر رشيد دلوقتي بدا يتعمل له منظومه كامله باضاءات مختلفه، بداوا يسلطوا الضوء عليه لانه ده اثر مهم بيمثل حضاره كبيره جدا اللي هي حضاره المصريين القدامى. فاحنا قلنا طيب خلاص انتوا كده كده مش هترجعوا لنا الحجر، طيب اوكي ما عندناش اي مشكله، مع اننا هو طلع بطريق غير مشروع لان اخذه من لم يملك من لا يملك، يعني انجلترا خدته من فرنسا واحنا كنا محتلين، فده طبعا ده طالع بطريقه غير مشروعه، عشان كده انا مش هقول ده دي سرقه مشروعه، لا ده دي سرقه غير مشروعه، لان وده طبعا احنا كنا في وقت احتلال واحنا المفروض نطالب باسترداد كنز مهم زي اللي بتاع حجر رشيد. طيب انت المفروض طب احنا هنتكلم بشكل عام بعد ما نخلص بعد ما نخلص في الحلول المطروحه لكل القطع. طيب انا عايز برضه اقول حاجه قبل ما نتنقل للجزئيه الثانيه، احنا عندنا اربع احجار مشابهه لحجر رشيد موجودة هنا في مصر وعمرها الزمن بيرجع أقدم من حجر رشيد. محدش اتكلم في النقطة ديت، فأنا عايز برضه أوضحها في برنامج حضرتك. عندك أربع قطع حجرية بترجع لعصر بطليموس الثالث، إحنا عندنا الحجر بيرجع الحجر رشيد بيرجع لعصر بطليموس الخامس، لكن إحنا عندنا أربع قطع. استنى بس عشان ما يعني ما تاخدناش بسرعة، دي ما عايزة موضوع لوحدي فسيبنا.